احنا بنعمل اختبارات في البرنامج، ولما بتكسب الاختبار بتكسب جوائز. ماشي ماشي، جاهز لاول اختبار؟ اول اختبار بس علي صوتك، ماشي. انت راجل ايه خجول، فعلي صوتك وقول لي هو مين، وما قدامكش غير اختيار واحد. ده حد على التليفون؟ حد على التليفون زميلك في الملعب. ماشي. هتقول الو، هيقول لك الو، قدامك 10 ثواني تقول لي هو مين. متفقين؟ متفقين. يلا قول الو بصوت عالي. الو الو، ايوه، ركز. اكرم توفيق. لا، هو خليه يعلي صوته. طيب علي صوتك. الو، ايوه، مين؟ طب اديله اي حاجه كده يا كابتن. ده كوكا ده. ايوه صح، خلاص كوكا. كوكا خسرتني يا كوكا، خسرت اول جايزه. معلش بقى عشان بحب كابتن طلعت يا كابتن. ايه اللي بصحيك لحد دلوقتي؟ عشانك بس، هنعمل ايه؟ حبيبي يا كوكا. ازيك يا كوكا؟ الحمد لله يا كابتن، ازي حضرتك؟ مبروك يا حبيبي النهارده. ربنا هو قال لي كوكا مش كوكا، فعشان اقول الاسم صح كده. كوكا صح؟ صح يا جدع. بيحب صح. يتدلع. ازيك؟ هو لازم يتدلع بيني وبينك، ما هو جميل. مبروك النهارده، مبروك النهارده. الله يبارك فيك، مبروك لنا كلنا يا كابتن. عايزك تقطع بقى في عمرو السوليه زي ما انت عايز، ايه رايك؟ عارف مش هتقدر، بس عايزك من ناحيه هيقطع 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 والله. طب يلا. اخترت شخص غلط يا كابتن بصراحه. ها؟ لا والله، والله يعني انا لما عرفت كابتن طلعت مع حضرتك، يعني بص كابتن طلعت من الناس القليله اللي تلاقي لعيب كره بالشخصيه دي. نعم، اكلمك بجد والله. يعني بتقابل كل الشخصيات في الكوره، لكن قليل قليل لما تقابل الشخصيات اللي زي كابتن عمرو السوليه دي. اكيد مش انا اللي اتكلم على كابتن عمرو السوليه، لكن راجل جوه الملعب بره الملعب ما فيش مشاكل، كابتن فرقه جوه وبره الملعب وفي اوضه اللبس. ف يعني انا واحد من اللعيبه اللي انا بتشرف ان انا حضرتهم ولعبت معاهم يعني بصراحه. قول لي بقى كابتن عمرو السوليه في الملعب لما بيتنرفز عليك بيعمل ايه؟ لا هو احنا بننقل بعض بره الملعب، في الملعب لا بصراحه. لا في الملعب ممكن انت مثلا بتهاجم بتسرح بتنسى، يقول لك ارجع دافع امسك قصه اسمع الكلام، ولا هو هادي في الملعب ولا لا؟ لا هو هو هادي، لكن اكيد بيوجه، لان هو طبعا كابتن سلام من كباتن الفرقه. لكن لا لا لا، بيوصل لك الرساله بكل احترام ومن غير عصبيه ومن غير اي حاجه. ايوه ماشي، حتى لو زعقت لك ما هو ماشي. اللعيبه لكن هو لا هو مش من النوع ده بصراحه، يعني قولها الاول لو لقيته متعصب، يعني قولها الاول لو لقيته متعصب. قول يا عم. هو كوكا من نوعيه اللعيبه اللي هي رجاله. راجل صحيح، يعني تعرف تعتمد عليها في الملعب. ف ما ينفعش ان انت تكلمه توجهه بزعيق او لا، انت عارف انت بتوصل له المعلومه وعارف ان هو هيستقبلها وهيساعدها في وقتها. ما بتقولوش المعلومه مرتين. لا لا خالص. ما تطلبش منه الطلب مرتين. لا لعيب راجل، ويعني من مواهب الكره المصريه طبعا اللي موجوده، وان شاء الله يعني يكسر الدنيا زي ما هو ماشي كده، وان شاء الله يعني الفترات اللي جايه يبقى احسن واحسن. يلا. امتى غلبك؟ امتى غلبك؟ تعبك في ماتش؟ تعبك لا لا في الماتشات، في رحله لا. حاجه يعني في الماتشات لا، لكن هو بره الملعب بيتضرب بس. دي تقيله يا كوكا؟ كوكا؟ انا عندي مشكله مع الصلاه ياسر ابراهيم يا كابتن، فبناشد حضرتك. لا ياسر، لا لا ياسر ربنا. طب انا ولا ياسر؟ لا 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 ياسر ليه؟ ده الصلاه بالنسبه له. لا ياسر، لكن الاثنين بره الملعب يا كابتن في مشاكل كتير بيننا. اهم المشاكل اللي بينك وبين عمرو الصلاه بقى بره الملعب. مفيش يا كابتن، هو بيشوفني يضربني، فكابتن فرقة فمش بقدر اعمل حاجه. هتقدر تعمل له حاجه؟ تقدر تقول حاجه؟ لا لا لا. ايه سبب يعني الحب الشديد؟ كلكم بتحبوا بعض وكلكم مجموعه، لكن عمرو السوليه بحس دايما يا كوكا انه ليه حته زياده عندكم كلكم. خاصه يعني خاصه حضرتك. انا طبعا بتكلم عشان ايه، عندي حد في البيت فدايما ايه كلامه على السوليه. قول بقى. انا زي ما قلت لحضرتك في اول مكالمه كابتن، هو شخصيته تحببك فيه، يعني من الناس اللي عامله تاريخ كبير مع النادي. انت كلسه لعيب شاب او لعيب لسه بتطلع، بيعاملك سواسيه، بيعامل كله كويس. فبصراحه يعني هو من اكثر اللعيبه اللي محبوبه جوه الفرقه يعني بصراحه. يعني لما بيبقى كوكا على دكه البدلاء وبينزل، خاصه دايما بينزل في ظروف صعبه مش ظروف سهله، يعني بتبقى تعليماتك ليه؟ او انت كمان بتحس بيه، بتحس انه لا الحمد لله هيظبط لنا الحته الدفاعيه، خاصه انه في الحته الدفاعيه مميزه، لقيته بيلعب سردباك قريب. يعني فحسيت انه امتى بتحس بقى انه لا خلاص احنا كده الحمد لله كوكا نزل الدنيا هتظبط؟ لا انا ما كلمتوش تقريبا غير هي مره واحده في كاس العالم للانديه، ماتش اتحاد جده.
لما عرفت ان هو بادئ الماتش كانت مفاجأة بالنسبة لنا. مفاجأة حلوة. اتكلمت معاه قبل الماتش ومن بعدها يعني ما اتكلمتش معاه تاني سواء لا كوكا بادئ. لا قول لي قلت له ايه في كأس العالم للأندية؟ قلت له ايه؟ لا قلت له لازم تبقى هادي، لازم تلعب لعبك، انت مش محتاج ان انت تعمل حاجة اكتر من مستواك، زي ما بتتمرن عارف بتقف ازاي، عارف وقت الضغط بتعمل ايه، بتلم الناس اللي حواليك، لازم تبقى قريب من الناس اللي حواليك كويس، حاجات كلها جوه الملعب، وعارف ان هو يعني من اللعيبه الرجاله ومن اللعيبه اللي انت تعتمد عليها، يعني مش محتاج ان انت تكلمها جوه الملعب، لان هو لعيب عنده يعني صغير في السن بس خبراته كبيره. استجابته بتبقى عامله ازاي؟ لا سريعه طبعا، سريعه بيستجيب طبعا. كوكا لما بتحس نفسك بأزمة في الملعب أحيانا تلاقي اليوم الماتش مش ماشي معاك، اليوم مش يومك، هل مثلا بتروح لكابتن عمرو السولية يا كابتن أنا كذا أعمل كذا أخلي كذا أسوي كذا، ولا ما بيبقاش فارق معاك وأنت بتشغل بطريقتك؟ لا لا، أنا حتى النهاردة كابتن، أنا والله إحنا إحنا الاتنين قاعدين بره على الدكة، يعني أنا النهاردة لسه متكلم معاه في حاجات شخصية، لأن أنا زي ما قلت لك أنا السولية قبل ما يكون لعيب وأخ كبير ليا وكابتن كابتن الفرقة، فأنا والله النهاردة حتى في الشوط الأول إحنا كنا قاعدين أنا كنت بكلمه في حاجات شخصية ليا باخد رأيه فيها، لأن حاجة كبيرة جدا طبعا، فبحاول أستفاد منه أي حاجة بصراحة من اللعيبة القليلة اللي أنا بروح أتكلم معاها وبحاول أستفاد منها وباخد رأيها يعني في حياتي الشخصية إذا كان في الكرة أو في حياتي يعني، وده حصل النهاردة يعني مش من بعيد كمان. إيه أهم اللي بيميز كابتن عمرو السولية في الملعب؟ السولية ممكن يكون خبرته كبيرة جدا، هادي جدا، بيتكلم كويس قوي، يقدر يوجهك، تكون مرتاح جدا وانت بتلعب معاه، بيشيل من عليك اي ضغوط، لان هو في الاول وفي الاخر دايما هو معاه في كره، هو معاه كره هادي بيقدم لك مساعده، فلا من اللعيبه الكبيره طبعا اللي الواحد بيتشرف ان هو لعب معاها. ايه اللي بيميز كوكا في الملعب؟ زي ما قلت لحضرتك يعني عنده خبرات، يعني مع ان سنه صغير بس لا تحس ان هو بقاله كذا سنه بيلعب، حتى الفترة اللي هي قبل ما يلعب فيها أساسي كان من أحسن الناس اللي بتتمرن، وكان على طول بيبقى زعلان إن هو بيطلع بره السكور أو بيبقى احتياطي، أوقات كتير كنت بتكلم معاه بقول له أنت مش محتاج غير إن أنت تكمل زي ما أنت في التمرين، وكده كده فرصتك هتجيلك، طول ما أنت بتتعب وبتعمل اللي عليك في التمرين فرصة هتجيلك وهتمسك فيها وهتلعب وهتبقى تكسر الدنيا وتبقى أحسن لاعب في مصر. كوكا، الطلب اللي تطلبه من عمرو السولية على الهواء إيه؟ هو عارف يا كابتن. انا مالي انا، ما انا معرفش. يخف ايده شويه؟ ها؟ يخف ايده شويه. يقف معاد الداسر ابراهيم. اهو قاعد جنبك النهارده في المباراه. يعني يخف ايده بس يا كوكا؟ لا عايز يقف معاد الداسر ابراهيم يا كابتن. لا شوف الشناوي بقى يقف معاك. ايوه صح. بيقعد معاك؟ لا. بتقعد مع مين في الاوضه؟ مع اكرم. مع اكرم توفيق. ايه النصيحه اللي تنصحها لكوكا على الهواء؟ مفيش يعني، اقول له كمل زي ما انت كده ان شاء الله ربنا هيكرمك، ويعني انت مش محتاج ان انت خلاص الناس كلها عارفه مستوى كوكا، ولعبت في ظروف صعبه جدا ولعبت مباريات كبيره جدا في بطولات كبيره، فخلاص انت بقيت لعيب اساسي ولعيب عندك خبرات ولعيب منتخب مصر دلوقتي، فان شاء الله يعني تكمل زي ما انت كده وتحاول تطور من نفسك يوم بعد يوم، ان شاء الله يعني نشوفه في اوروبا الفتره اللي جايه يا رب ان شاء الله. لسه حلم الاحتراف عندك يا كوكا رغم ان الاهلي رفض عرض الاحتراف اللي جالك السنه دي؟ اكيد طبعا يا كابتن. كان عرض من منين؟ برتغال؟ الحاجه الرسمي اللي وصلت النادي كان عرض من البرتغال. وما زال قائم ولا لا؟ ما عنديش معلومه الصراحه. ما عندكش معلومه، لكنه اكيد في كل الاحوال مبسوط في النادي الاهلي. اكيد طبعا، اكيد طبعا، انا بقى لي اكتر من 13 14 سنه في النادي، مش عارف العدد بالظبط، فانا واحد من رواد النادي طبعا، النادي لما رفض انا تحت امر النادي، ففي الاول وفي الاخر يوم ما همشي وانا سايب بصمه كويسه، همشي عن طريق النادي، النادي موافق، انا مستفيد والنادي مستفيد، فكل الامور دي يعني في دي النادي الاهلي. كوكا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما يا رب بالتوفيق ان شاء الله يا كوكا، شكرا جزيلا. من اللعيبه الممتازين يعني، وفي وقت قليل حاز على ثقه الجميع سواء مدرب النادي او مدربي المنتخبات، وبقى له مكانه جيده، وتحس انه زي ما انت قلت كده لعيب سابق سنه.
طبعا يعني شخصيه اللعيب بتفرق طبعا. نعم اللعيب لما يبقى عنده شخصيه جوه الملعب وبره الملعب دي بتساعده كتير قوي ان هو يطلع كل حاجه عنده، وما بقاش عنده خوف ولا رهبه، بتحطه في اصعب الماتشات بيبقى واقف على رجليه وبيقدم اعلى مستوى ليه. فلا كوكا من اللعيبه اللي عندها شخصيات، ويعني شخصيته قويه جدا في الملعب وتقدر تعتمد عليه زي ما قلت لحضرتك. حاجات اللي بسطتني قوي انك واحد من اللعيبه الكبار قوي في الفرقه ومن كباتن الفرقه، هو من اللعيبه الصاعدين بقى منتخب وبقى حاجه جميله، لكن حته الحب اللي ما بينكو انه الاحترام ما شاء الله موجود جدا، لكن حته الحب والالفه دي هل دي سمه نادي اهلي ولا دي طباع شخصيه؟ الاثنين. الاثنين يعني هي دي حاجه موجوده جوايا انا شخصيا. نعم لما جيت النادي الاهلي شفت اللعيبه بيتعاملوا مع بعض ازاي، النجوم اللي كانت موجوده بيتعاملوا مع اللعيبه الصغيره ازاي، بيتعاملوا مع اللعيبه اللي جايه جديده النادي ازاي. فدي يعني سمات يعني شخصيه جوايا انا، وسمات جوا النادي الاهلي طبعا اي حد بيكتسبها. تعالى نرجع بقى للهدف لانه ده مهم. انت قلت ان موسيماني مدرب تكتيك 10 على 10 وكان طول الوقت، وحتى انا كنت دايما بحس انه بيجي على جانب اللياقه البدنيه شويه. انا كنت رايح اتفرج على التمرين من كتر ما قالوا لي ان هو مدرب بتاع تكتيك، فقلت اروح، انا بحب اتعلم الحاجات دي عشان شغلي يعني. فكنت الاقي التقسيمه بتقف كتير قوي قوي قوي، وده بيجيب ملل شويه للعيبه. اللعيبه عايزه التقسيمه تشتغل وعايزه هجوم ودفاع، كان بيوقف تقريبا مع كل لعبه. لكن تعال نروح للهدف نفسه، للركنيه، للتمركز. احكي لي يعني اتمرنتوا؟ في ناس يقول لك دايما بنتمرن، ناس يقول لك لا والله جت بظروفها وهكذا. كان واحنا بنتفرج كده عليها، احكي لي. زي ما حضرتك بتقول ان موسيماني كان مدرب بيهتم بالتكتيك قوي. نعم احنا يعني في الفتره اللي كان موجود فيها كنا بنتمرن تقريبا على حوالي 5 أو 6 انواع قران مختلفه. نعم بنختار منهم في الماتش اللي احنا عايزينه. كويس. حتى قبل الماتش تبقى لاشاره معينه. اشاره معينه او وقفه اللعيبه جوه ال 18 دي بتدي اشاره اوكي للي هيلعب الكوره ان هنلعب مثلا رقم 1 أو 2 أو 3 او ايا كان. فلو جبت حضرتك يعني الكورنر من اوله كنت هتلاقينا واقفين كلنا ورا بعض. نعم. هنا ده تكتيك. يعني دي كنا متمرنين عليها ومتفقين عليها ان احنا لازم نبقى واقفين بطريقه معينه. نعم. عشان نقدر نلاقي مساحات جوه دفاع الزمالك بين لعيبه الزمالك. نعم. والحمد لله يعني التحرك تحركنا كلنا يعني فضلي مساحه في الحته دي ان انا اقدر اسجل منها. اذا دي ده كورنر من ضمن 5 أو 6 كورنر كنتوا بتشتغلوا عليهم. بالظبط. ودايما كان في مدرب يعمل كده، في مدرب يعمل بايدين اتنين كده، في مدرب يعني للراجل اللي بيرفع الكورنر بتبقى الاشاره، لكن الاشاره انتوا عندكم في الوقفه طبقا نفسها طبقا لوقفتكم داخل الملعب. طيب الهدف ده بعد 5 دقائق، في احيانا بيجي لك كده احساس انه خلاص المباراه دي ما فيهاش الا الجون ده، كان عندك الاحساس ده ولا كنت شايف المباراه دي لا دي ممتده ولسه هيبقى فيها مفاجات كتير؟ لا انا كنت شايفها ممتده طبعا. وطبعا فرقه الزمالك كانت عايزه ترجع وقتها، وانا يعني بعد الهدف ده كنت عايز المباراه تنتهي. هو يعني بعد 5 دقائق. يعني كنا عايشين في ضغط كبير جدا قبلها طبعا. نعم. الاسبوع اللي قبل المباراه. حتى وانا بحتفل يعني في ضغط كان باين علينا كلنا في الاحتفال. بس بعد الهدف المباراه بدات تتصعب. الزمالك مسك كوره اكتر وبعد كده احرزوا الهدف بس بلا خطوره يعني. الزمالك يعني اول كره على الجول هي كره شيكابالا اللي جاي منها جول. رجعنا شويه وبدانا ان احنا نقف في نص ملعبنا. الرجوع ده كان بتعليمات من موسيماني ولا كان من كنتوا في الملعب؟ لا كان مننا احنا في الملعب. يعني كنا خايفين على الهدف ان احنا يخش فينا جون. كنا متحفظين اكتر ولحد ما دخل فينا الجون التعادل. نعم. سعد سمير قال لي هنا انه ما بين الشوطين كان موسيماني هادي جدا، بس حصل انه عدد من اللعيبه بدا يتعصب، بدا يتكلم، بدا يشد. في ايه اللي حصل؟ الشناوي طبعا. الشناوي اول ما دخلنا يعني شاط فينا كلنا يعني. والله. انتوا بتتقبلوا اي حاجه من الشناوي؟ طبعا. نعم. هو كابتن فرقه ويعني هو حارس المرمى بيبقى شايف حاجات احنا مش شايفينها جوه الملعب. صحيح. هو عارف فرقته كويس وعارف مستوى الفرقه وعارف نبقى امتى كويسين وامتى مش كويسين. فالكلام كله ان احنا بعد ما جبنا الجون ان احنا كنا شكلنا كلنا وحش في الملعب،
كلنا مقصرين، كلنا خايفين. إن بنتكلم ان احنا البطوله دي ما ينفعش ان احنا نخسرها، عندنا شوط لازم نرجع ونعوض، وان احنا هنكسب في اي وقت، ولازم يبقى عندنا اصرار ان احنا ناخد البطوله دي، لان ما ينفعش غير ان احنا ناخد البطوله دي. هنا دور الكابتن مهم قوي يا عم. اه طبعا. قال لنا محدش هيقدر يطلع من بيته بعد البطوله دي، لو البطوله دي راحت ده بين الشوطين. بين الشوطين. محدش هيقدر يطلع من بيته، مش هنقدر نيجي التمرين حتى. يعني قال لنا ما حدش شاف رد فعل الجمهور لسه. خاصة الملعب كان فاضي. يعني فعندنا 45 دقيقة لازم نرجع للمباراة، ولازم نقف على رجلينا تاني، ولازم ندور ان احنا نجيب جول. انت اتكلمت بين الشوطين؟ لا خالص، كنت هادي. كنت هادي. قالوا لي كمان موسيماني كان هادي جدا. ايه اللي حصل؟ موسيماني يعني ما اتكلمش قوي، يعني ما علقش قوي، ساب الشناوي يتكلم. واتكلم في نواحي تكتيكيه، في وقفتنا في الملعب، ازاي ان احنا نقدر نلعب في ظهرهم، نحاول ندور على الكره الطويله اللي في ظهرهم. حاجات كلها خاصه بالتكتيك، يعني ما اتكلمش على الشوط الاولاني. في المباريات بيحصل ابس اند داون، يعني وقت تقول لا البطوله دي بتاعتنا، وقت تقول لا البطوله مش بتاعتنا. احكي لي بقى الفترات اللي انت كنت متفائل، والفترات اللي انت كنت خايف. كنت خايف طبعا بعد الجون التعادل بتاع الزمالك. كنت خايف طبعا الماتش يضيع مننا والبطوله تضيع مننا. الشوط الثاني بدانا ان احنا نقف على رجلينا تاني، بدا ادائنا يبقى احسن. الشوط الاولاني طبعا ضيعنا فرص، يعني كذا فرصه طبعا بتاعت حسين اللي في العارضه دي ملهاش حل. يعني انت سالت حسين؟ يعني حسين كان بيمهد للاحتفال قبل ما تدخل جون؟ انا احساسي كده. لا خالص. يعني ما اعتقدش ان هو كان بيفكر في حاجه زي دي. ان هي الكوره حاططها ببطن رجله وضمنها، تخبط في العارضه وترد في محمود علاء وتطلع بره. المفروض تخبط في علاء وتدخل جون، تخش. فدي من اللحظات اللي الواحد حس فيها ان هي مش ماشيه معانا، احنا ممكن نخسر. ساعتها لحد ما قفشه جاب الجون بتاعه. كوره زيزو اللي في القائم، كان رد فعلك ايه في الملعب؟ بقول الحمد لله. الحمد لله. مع كره الشحات خفت شويه، طب مع كره زيزو عاد لك التفاؤل من جديد؟ قلت يعني قلت وقتها، قلت لا احنا ممكن ان شاء الله ربنا يكرمنا. نعم. ادي كره الشحات، يعني اصلا هي ملهاش يعني، هي عجيبه يعني، اغرب من الخيال. اصل هو مش هينفع يحطها في يعني في عكس اتجاه ال، لا بيحطها في وحاططها في بطن رجله. هو زي ما تروح. انا احساسي يعني، بص جاي يعملها علي مش ممكن، علي كان يبقى عامل هدفين، والمفروض تخبط بقى في رجل علاء وتدخل جون. لكن المفروض. بص جاي وجماله، وبعدين علي معلول وروعته، وحسين الشحات وثقته الحقيقه. لكن هذه الكره بقى ومفاجاتها الجميله يعني. الحمد لله. بعد كره زيزو حسيت ان الدنيا بدات تظبط. بالظبط. احكي لي بقى قصه الهدف، القضيه، قفشه، الحدوته. احنا كنا في الدقيقه كام؟ 87 تقريبا. تقريبا 87، والحكم اظن ده 4 5 زي وقت بدل ضايع. الاصعب من الهدف ما بعد الهدف. لكن احكي لي قصه الهدف الثاني، بس هعمل لك جائزه ثانيه. جائزه انت خسرت الجائزه الاولانيه. ليه خسرت ليه؟ لا ما انت ما عرفتش من اول مره. يعني انا مش هنوقع عليك غلط. في 20 ثانيه؟ نديك 20 ثانيه المره دي اهو. وانا قايل لك تك تك تك، علي صوتك بقى وقول الو، وهو هيعلي صوته وهتعرف المره دي. الو اخويا عمرو السولي. ما هو اللي قلت لك الاول، في غيره اكرم توفيق. نور الشاشه. انت وكابتن احمد شوبير يا كابتن عمرو. حبيبي يا اكرم. حبيبي يا اكرم. حبيبي يا كابتن شوبير، اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ والله زي الفل الحمد لله. بقى اكرم ده كل اجمع عليه. في ايه بالظبط؟ واد جدع جدا. واد جدع كده ورجوله. بقول لك ايه يا اكرم؟ انا بحتار فيك يا اكرم، ساعات تتكلم ايه 100 100، وبعدين ساعات تقلب فلاحي 1000%، صح؟ لما بتعصب بس يا لو تعصب عمرو يعصبني. عمرو لما تعصب بيتكلم فلاحي ولا بيتكلم عادي؟ فلاحي. فلاحي. عايزينك متعصب شويه. حبيبي يا كابتن اخبارك، يطمنا عليك. الحمد لله، انت كويس؟ والله زي الفل يا كابتن الحمد لله. احكي لي شويه عن عمرو السولاي. بلاش. لا ده اخويا، وده انا شايفه ده حاجه كبيره جدا في النادي، وغير ان احنا اصحاب وزمايل اوضه واحده. لا احنا عمرو السولاي ده قوي قوي.
فوق ما هو تخيل ازاي. والله العظيم ثلاثة احنا كلنا بنحبه يعني، كله اجمع على عمرو شوقي لانه كل الناس بتحبه، بيهزر وبيضحك وقت مثلا لما بنبقى مثلا عايزين نركز، هو اللي بيدينا دفعات كتير، هو اللي بيجي يتكلم معانا لو في مثلا حد مثلا مقصر او زعلان، دايما هو السند في النادي، وهو الاخ الاكبر اللي احنا بنلجا له. طبعا مع الكابتن شناوي واللعيبه الكبار، بس انا بتكلم بصفه عامه على السولية عشان خاطر السولية ضفنا النهارده بس. وبعدين بالنسبه لي انا هو فعلا اخويا يعني. واتمنى له يا رب كل التوفيق، لانه ايه مميزات عمرو في الاوضه يا اكرم؟ مفيش. في الاوضه، في الاوضه معاك، الاوضه بي بي انتوا الاثنين في اوضه واحده، قاعده في اوضه اللبس، دي اسرار اوضه مش انا بقول لك مميزات وانا قلت لك طلع اسرار. لا اله الا الله. كابتن عمرو اقول طب خلاص ماشي، اقول طلع ماشي الاسرار. طيب انا كابتن احمد كل شويه بهزر معاه تمام، وما بيهزرش معايا، يفضل كل شويه ما تهزرش معايا، بهزر معاه عادي والله يا كابتن عادي يعني. هو عارف انت هزار واحد بيحب عمرو السلايفه بهزر معاه. نعم. لسه في موقف امبارح كان حاصل، واحنا في الاوضه عمر الساعي دخل ما دخلوش الاوضه. ليه؟ قال له اطلع بره. عمر الساعي بيبص لها يا كابتن اللي هو يعني، طب قول حاجه يا اكرم، تقول ولا تقدر حاجه هطلع معاك. خلينا ساكت. وبعدين عمال يتريقوا عليا بقى، وعمر الساعي ماسك عارف انت السكينه اللي هي البلاستيك دي. ايوه. انا مش عارف معلش يا كابتن عمرو، انت قلت لي قول. عادي عادي. قول تمام. ماسك السكينه اللي هي البلاستيك دي، وعمال يشرح في الواد عمر الساعي. والله قلت له يا ابني امشي طب لا انا عايز التذاكر بتاعتي، عايز التذاكر، تذاكرك وامشي. تمام. والله العظيم ثلاثه يعني شويه كان هيمسك. طب ليه عملت كده في عمر الساعي ده؟ جميل، واد اسماعيلاوي جميل وتابعك يعني. هو جميل بس يعني. هو بيحب ينكش فيا كل شويه عمر الساعي. فقلت له ما يعني المعسكر اللي قبليه جه الاوضه. فكان عايز شاحن وبتاع. قلت له يا ابني مش معايا شاحن. قال لي لا انت معاك اثنين. وانت كان معاك شواحن؟ كان معايا واحد بس. قلت له عايز اخد الشاحن. التليفون الثاني ما جبتوش، فما جبتش الشاحن. يعني طلعته بره. فالمعسكر ده والله العظيم كان بيقول، ما بيقولوش بكلام يعني، بيقول له بالاشاره. بره كده بره. الواد يقول له طب انا عندي قصه شاحن. يقول له اطلع بره. حتى يعني ما بيسمعوش. والله العظيم اتصل عليا قلت له امشي شوف اي شاحن بره. او شوف اي جايب لي التذاكر، انا ما اعرفش ان في تذاكر. تمام. جايب لي التذاكر، بيقول لي خد. انا جايبهم لك. عتابي اصلا هو مش جايبهم لي، هو جاي يقعد معانا. والسولية خرج، هو عايز يجي يقعد معانا في الاوضه. فبيدور على اي حاجه. فقال لي انا جايب لاكرم تذاكر. واكرم اصلا ما يعرفش ان لينا تذاكر في الماتش. هو عايز يجي لك وخلاص. هو عايز يجي. قلت له خلاص انت جاي لاكرم. القط بيحب خناق. انت جاي لاكرم، فانا هقفل الباب واكرم يجي يفتح لك. ففضلنا موقفينه على الباب شويه بقى. فعلا يا كابتن. ايوه. اخذ اللي فيه النصيب. جاي بيقول لي انت عايز، هو انت عايز تذاكر؟ قلت له تذاكر، هو في تذاكر؟ قال عمر الساعي جايب لك التذاكر بره. ففتحت له، خش يا عمر. تمام. اول ما دخل انا جاي بقى ماسك الشماعه. يا كابتن عمر الساعي ماسك الشماعه. انت دخلت ليه؟ اطلع بره. طب يا عم عايز اتكلم، اطلع بره. طب اقول لا ما تقولش، اطلع بره. طب يا عم اسمعه. ايوه. لا اطلع بره خلاص. هو الكابتن هو الليدر. مش هينفع نقول له حاجه. قلت له يا حبيبي انت عايز ايه؟ تذاكرك، خد تذاكرك وامشي. قال لي والله ما عدت جاي هنا تاني. وجالكوا تاني طبعا. وجالكوا تاني طبعا. المعسكر الجاي بقى هي. المعسكر اللي جاي تاني. قول لي يا اكرم، يعني عمرو السولية لما بيبقى موجود في الملعب او على الدكه وبينزل، لما بتبقى في الملعب والمباراه كهربا شويه وعمرو احتياطي وتلاقيه بيسخن، بتحس بايه ساعتها؟ هو مبدئيا انا بحب الشباب معايا في الملعب. نعم. طبعا مع احترامي لكل اللعيبه، كلهم رجاله وكلهم قد المسؤوليه، بس يعني لما بيبقى انت بتحس ان بيبقى جنبك لعيب زي كابتن عمرو السولية بيديك تقل في الملعب، بيبقى في ظهرك دايما، مش يسيبك لوحدك في الملعب، غلطت يقول لك معلش، عملت حاجه كويسه يفضل يشجع فيك يخليك تكسب ثقه.
نوعيه الكابتن عمرو السوليه دي انا بحبها، وحتى وهو على الدكه تلاقيه مثلا بيتكلم بطريقه ايجابيه. يعني انا واحد من الناس مثلا لما باجي اطلع ولا حاجه وفي حاجه مثلا ممكن تستعجلها في الملعب، هو بيقول لي لازم تعمل واحد ثلاثة وخلي بالك من واحد ثلاثة. ايوه دايما يعني هو فعلا هو ليدر جوه الملعب وبره الملعب. صحيح. عايز اسالك عمرو اكرم، ما شاء الله لو حطيته حارس مرمى هيلعب، ما عندوش مشكله يعني، فبيتوظف. لا انا ماليش دعوه يا كابتن. لا لو حارس مرمى، لو حارس مرمى هتلعب، في لعيبه كده يعني، لكنه بيتم توظيفه احيانا في ناحيه اليمين كظهير ايمن او بيلعب في وسط الملعب. انت بترتاح له اكتر وموجود جنبك في وسط الملعب، ولا بتحس انه هو باك رايت بيأدي فيها بشكل افضل؟ لا في نص الملعب طبعا، في نص الملعب، في نص الملعب طبعا. يعني اكرم من نوعيه اللعيبه زي ما قلت على كوكا بالظبط، تعرف تعتمد عليها. ايوه يعني اكرم في كتير قوي من حمدي فتحي، لعيب راجل عنده قلب، ما بيخافش، تحطه في اي مكان بيعمل اللي عليه واكتر. في التمرين بيتمرن جامد، هو اداؤه في التمرين اداؤه في الماتش مفيش فرق خالص، من اللعيبه الرجال اللي انت تقدر تعتمد عليها. خلي بالك انا هاجي اتغرى عليك بكره بالكلمتين دول. ها هقول لك ما قلتش الكلام ده. انا بقول لك انا باجي اهزر معاك في الاوضه ما تحدثنيش باي حاجه جنب منك. لا بس الحمد لله تبقى ساك سليم، ده المهم يا اكرم. والله طب اسمع الكلمتين للاخر، خليه له الكلمتين الحلوين للاخر. لا والله العظيم والله فعلا بكره مش متعود مني على الكلام الحلو، وهيضربني بكره. مش متعود مني. طب حلو، خدنا منه لحظه الصراحه. كمل كمل يا عمرو. فاكرم من اللعيبه الرجاله اللي تعتمد عليها في اي وقت في اي مكان في الملعب. نعم. لما بلعب جنبه في نص الملعب بلاقي مثلا اكرم بيضغط او بيعمل تاكلينج، من جوايا بلاقي نفسي رايح وراه، بشيل اي حد من على الارض. يعني هو بيديك دفعه وبيدي روح في الملعب كبيره جدا. يعني من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها جوه النادي الاهلي. زي ما قال لحضرتك مع بعض في الاوضه على طول، قريب مني، يعني من اكتر اللعيبه القريبه مني دلوقتي جوه النادي الاهلي. والله يا كابتن شوبير ربنا يخليك لينا. خلاص كفايه كفايه عليك كده. ايوه كفايه عليك كده. انا معاه والله. قول لي الجون اللي ما تنساهوش لعمرو السوليه يا اكرم، واكرم كان فين ساعه القضيه؟ كان موجود. كنت لسه جاي. كان لسه جاي. بس كنت في النادي. كان في النادي. كنت في النادي، كنت لسه راجع النادي. كان بيحتفل معانا. كنت راجع من الجونه ساعتها. وانا في الجونه، انا رحت عمل وهو في الجونه، رحت عملت لهم حوار هناك، وقلت ساعتها انه اكرم، هو كان ساعتها وسط ملعب وسط ملعب. قلت لهم اكرم لو في مشكله في الباك رايت هيحلها للنادي الاهلي، او محتاجينه في وسط الملعب. قلت لهم هيبقى لعيب جوكر مهم جدا جدا. انا فاكر الحوار ده وعجبني قوي شخصيته، وكان الاجواء في الجونه كلها كانت جميله الحقيقه. ساعتها للامانه الشديده يعني من الحوارات الجميله والايام الجميله اللي انا عملتها. لكن انت بقى يا اكرم بتفضل ناحيه اليمين ولا بتفضل وسط الملعب؟ بامانه شديده. هتجيب له سيره ناحيه اليمين دي؟ لا لا عادي عادي. قول. لا وانا كابتن انت عارف في النادي الاهلي. مش كلام والله، اي مكان بتتحط فيه لازم تقدم اللي عليك، حتى لو مش مكانك يعني. قدم اللي عليك واعمل المطلوب منك وخلاص، بس انت مش هترتاح غير في الحته بتاعتك يعني. نص الملعب تحب نص الملعب يعني، تبقى حافظ كل حاجه فيها، حافظ هتتحرك ازاي، حافظ مثلا هتغطي ورا زمالك ازاي. قريت هتحفظها، بس ممكن ساعات تسرح في حته العادي، ممكن يحصل اي حاجه. بس لكن هو نص الملعب بالنسبه لي. نص الملعب بالنسبه لي. الهدف اللي ما تنساهوش لعمرو السوليه غير الزمالك القاضيه بقى، يعني اظن السنه اللي فاتت كان في ماتش طلائع، كان في ماتش صعب في الاخر، سجلت انت جول في الاخر. كان هو نزل نزلت وسجلت، كان في الجيش، كان طلائع الجيش مش كده؟ وماتش الداخليه. طلائع الجيش والداخليه صح؟ ماتشين ورا بعض. واحنا كنا متعادلين في الداخليه 1-1. ايوه. وهو نزل قلب الماتش بصراحه وجاب لنا جول. وفي ماتش الجيش برضو كانت الدنيا ما كانتش احسن حاجه، كانت نزل فك الدنيا برضو، كانت جاب كهرباء. وبتاع وجون بتاع كايزر تشيفز برضو. في جوان كتير. خليك معايا على كايزر تشيفز. انت كنت موجود بقى في كايزر تشيفز مش كده؟ خلينا نروح كايزر تشيفز، لانه من النادر انت وقفشه سجلتوا في كايزر تشيفز، انتوا الثلاثه اللي سجلتوا برضو.
لا شريف ما سجلش. انا عملت جول لشريف، عملت هدف لشريف مظبوط. وشريف عمل جول لأحيا. شريف عمل جول لكابتن عمرو السوليه. جاء كايزر تشيفز برضو من الاهداف الجميله عمرو، ما تنسيش وانك بتبقى لاعب مش مهمتك قوي انك تسجل اهداف، لكن تسجل في نهائيين متتاليين اعتقد ثلاث نهائيات. كان الترجي قصدك قبل، انا بتكلم اللي احنا فزناه الترجي ده ما بحبش اجيب سيرته ابدا. البطوله كانت مضمونه في الايد، وبس طبعا الاجواء كانت صعبه جدا. تسجل في ثلاث نهائيات متتاليه وانت لعيب مش مهاجم، بتبقى تكليفات من المدرب، بتبقى اجتهاد منك، احكي لي شويه. وعايزين الباشا ده يبقى يجيب جون في النهائيات يعني، ولا انت منع عليه الميه والنور انه يسجل اهداف؟ هو ما مش كابتن، انا بجيب قبل 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 النهائي، قبل النهائي جاب في الترجي قبل النهائي الموسم ده السنه اللي فاتت. لا ما الترجي كان نهائي. انت جبت جون السنه اللي فاتت قبل النهائي، مازيمبي الهدف الثالث صح؟ مازيمبي. حلوه الكره من ناحيه اليمين. ثلاث نهائيات متتاليه. لا مش مهاجم بتسجل في ثلاث نهائيات متتاليه. لا يعني اوقات بيبقى يعني المدرب بيطلب مني ان انا اكمل. نعم. على حسب برضو اللي موجود جنبي في نص الملعب، الاسم اللي موجود جنبي في نص الملعب. موجود اكرم بتنطلق انت مش قلقان. اكرم ومروان دلوقتي كده. حمدي فتحي ديانج. والله بنوجه له التحيه يا رب تعرفوا تجيبوا على التليفون. زمانه نام بس هنحاول يعني. زمانه نام. بينام 10 10 10 بالليل ده. فعلى حسب اللعيب اللي موجود جنبي بيديني حريه اكتر او بيخليني ان انا ابقى متحفظ اكتر. يعني في ماتش كايزر تشيفز كنا كسبانين وكانت الدنيا مفتوحه، وكان حمدي جبت الجون الثاني الثالث. كانت المباراه شريف قفشه وبعدين شريف وقفشه وانا حتى قفشه بعدها قال لي احنا الاثنين جبنا يعني جونين. ايوه صحيح، في نهائيين ورا بعض وبتاع. جول حلو قوي. يعني كنت انا وديانج حتى مكملين. نعم انت وديانج صح. جول حلو. كان الماتش ده كان في قطر تقريبا؟ لا كان فين؟ كان في المغرب. المغرب انا متاسف. المغرب. المغرب مظبوط. بس ورا ظهرك لو قفلت هتلاقي ظهرك. الاسيست حلو كمان. يعني الكره الجمله كلها من اولها لاخرها كانت حلوه. المغرب بلا جماهير. دي الحسين وادي شريف. حلو قوي 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 قوي. ناديت له؟ ولاي الصوت. يعني كنت انا وديانج منين ده وقتها. انت وديانج؟ فكنت انا اللي تحتيه يعني. وديانج هناك الناحيه الثانيه. تبقى تحايل عليه عشان يبصيها والحمد لله بصيها. وانا عايز بس اقول حاجه بس. قول شوبير حق استاذ العمر. يعني هو من اكثر الناس بتتمرن كويس. صح. ومن اكثر الناس اللي هي مالهاش علاقه تلعب ما تلعبش، قول لما ينزل له تاثير. ايوه صح برافو عليك. دايما والله العظيم انا كواحد انا بتعلم منه الحاجه دي، اللي هو انت دايما خليك مركز في اي فتره من فترات الماتش. نزل دقيقه خمس دقائق، نزل اللي نزله بيبقى له تاثير. نعم. يعرف يعمل فارق والله العظيم بجد. ده صحيح. ربنا يحفظه ويبعد عنه الاصابات ويبعد عنه اي حاجه وحشه ويخليه لنا. يا رب. ده طلع الجيش. لو طلع الجيش وكان توقيت صعب جدا. عايز ايه من عمرو السولية؟ خلاص بقى انا قلت له كلام حلو. عايز ما خلاص بقى، ما هو هيقول لك كلمتين حلوين هو كمان. عايز يعني لا هو على طول بيقول كلام حلو. ياخده يدي معايا كده في الاوضه كده. ياخده يدي معايا في الاوضه يعني. انا بحس ان يعني انا اللي بتكلم بس في الاوضه. انت بيجيب الايباد بتاعه ويقعد على السرير. هو عايز يفرك طول اليوم في الاوضه يعني. بتاع فرق هو. بتاع فرق ما بيعملش. ما شاء الله ما بيعملش. وعمرو راجل هادي يعني. انا عايز اقعد اريح دماغي اتفرج على حاجه بتاع. كابتن شوبير نريح ما عنديش مشكله. نريح مثلا ساعتين ثلاثه اربعه مش طول اليوم. 24 ساعه مريح. انا قاعد ما بيعملش حاجه غير ان هو قاعد على البتاع ونقوم نروح نفطر ونرجع ونروح نتغدى ونرجع ونروح سناك مثلا ونرجع. ما بيعملش حاجه يعني. خد ودي معاه في الكلام. وايديه تقيله؟ ده لا مش والله العظيم يعني. ها؟ لسه مديني واحده في بطني كابتن شوبير من يومين. انا كانت بطني وجعاني يعني. وقتها بطني وجعاني. طب ده انت من ساعتها متالق يا اكرم ما شاء الله. ما بيهزرش. احنا مصورين بعض بس واضح انه ما شاء الله يا اكرم علاقتكم جميله وحبكم لبعض. وده برضو من اسرار
انتصارات النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي الروح الجميله دي يا اكرم؟ طبعا يا كابتن شوبير كلنا في النادي بنحب بعض، ظهرنا دايما بيبقى في ظهر بعض، اي حد بيبقى موجود في الملعب او بره الملعب بنفضل نضحك ونهزر معاه. الناس يعني اللعيبه الكبيره اللي عندنا دايما بيوجهونا دايما بشكل عام وبشكل خاص ان احنا لازم نبقى كويسين، لازم نبقى ايد واحده، احنا اللي هنفوق بعض في عز مثلا ما تكونش ماشيه معانا، احنا مثلا طول ما احنا كويسين برضه نقدر مع بعض، ما حدش يفك مننا. هم لهم دور كبير طبعا وعامل كبير الصراحه. خايف على الدوري الافريقي السنه دي؟ لا لا لا. خلي بالك اورلاندو بيرتس بخمسه من الشباب 19 سنه و20 سنه كسبوا شباب بلوزداد في بلوزداد 2-1، واحنا رايحين لهم الماتش الجاي، يعني بدا كده ناقوس خطر من بدري. انا بالنسبه لي لو كل واحد فايق وفي حالته وكله شايل بعضه في الملعب احنا مش هيفرق معانا حد. يعني مع احترام لكل الفرق بس احنا احنا فرقه كابتن كبيره جدا، طبعًا بنبقى مثلا طبعًا كلنا مركزين طبعًا. ولما كلنا بنبقى ظهرنا في ظهر بعض وعلى قلب راجل اعتقد ان محدش بيقف قصادنا. أكرم أنا بشكرك شكرا جزيلا ووصيت عليك عمرو والله مش هيضرب تاني خلاص. يعني بعد ما الحلقة تخلص ممكن بس تبقى تقول له أنا مستنيه بكرة الساعة 10 في النادي ف ماشي يا كابتن عمرو. ماشي يا أكرم. شكرا يا أكرم ربنا يخليك يا رب.